ما نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح مع ضيفنا الأب نداء إبراهيم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. اليوم حديثنا رح بيكون عن الفن معك، أهلا وسهلا فيك، إنما الفن الخاص يلي هو فن ورسم الأيقونات. صحيح. إذا فينا قبل ما نحكي اليوم عن التكنيك وشو صار وكيف تطورت التكنيك، نرجع شوي إلى هالموضوع هيدا، ليش بالأساس صار في هالرسم وليش الأيقون اليوم يعتبروا كتير غاليين يلي بيكونوا مزبوطين مش تقليد حسب مين رسمهم وإلى آخره؟ إذا ما نرجع لتاريخ دخولها للكنيسة أو للديانة المسيحية، هي عندها جذور وثنية، يعني هي ما خلقت مع الكنيسة من 2000 سنة، هي عندها جذور بترجع للفراعنة وبعدين للرومان وبعدين فاتت على الدين المسيحي، أخذت الطابع الكنسي أكثر. هي عبارة عن لوحات خشبية بتصور شخصية دينية من العهد القديم، من العهد الجديد، أحداث بهدف تعليم المؤمن. يعني البعد الجمالي والبعد الاستاتيك تبعها هو ثاني درجة، إجا بعدين. هو البعد الأول هو بعد تعليمي للناس اللي ما بتعرف تقرأ، أنا عن طريق هالصور بدي حاول وصل البشارة. يعني مثل ما البشارة. كان في مخطوطات، مثل ما كان في كذا، كان في هالرسومات. صحيح. كمان صحيح، وتطورت وفاتت. بعدين وتطورت وظلت محافظة على التكنيك تبعها اللي كانت تنشغل مع أيام الفراعنة. أول شيء كانت تنعمل بشمع النحل، يدوبوا الشهد تبع النحل، يصفوه من الشوائب وهو وسخن، يزيدوا عليه المواد الملونة ويشتغلوه هو وسائل. بعدين فاتت تقنية صفار البيض مع الألوان الطبيعية، يعني ما منلاقي أي مواد كيماوية بتفوت من هالنوع من الشغل. كرمال هيك هي بتاخد وقت، كرمال هيك هي غالية لأنها عم تنشغل يعني قطعة قياس أكادر بتاخد شهر شهرين شغل. بس لأنه عم تنشغل بهالتقنية اللي بدك تشتغليها بأمانة حتى ما تطقطي وتنجح معك. طيب عظيم، خلينا لكان يعني نعطي تفاصيل اكثر. هالتطور يلي صار بلشت لانها هي مفروض انها تكون يعني رساله تعليميه حتى ينعرف شو عم بيصير. كيف تطورت اليوم؟ اكيد ما بقى يعني هيدا هدفها بالنتيجه، وصلت الى مرحله من كم سنه صارت جزء يعني من التعليم الكنيسي، وصارت يعني كثير التصقت اذا بدك بالليتورجيا. صحيح. ليش حتى صار هيدا الشيء؟ وبقيت يعني ما بقى نشوفها بمحلات تانية. هي اذا بدي ارجع ليش بينت اكثر بمنطقه الشرق اكثر بالكنيسه الشرقيه، ما بنلاقيها بالغرب. هلا بلشت تبين بالغرب. مثل ما قلت لك، كانوا الفراعنه بس يدفنوا الموتى تبعولهم يحطوا لهم على وجههم بلانش خشب برسمين وجهه لهالمتوفي هو وطيب، يعني والصوره كانت تكون عيونه واضحين مبينين، دينين مبينين، تمه مسكر، كانوا يؤمنوا بالحياه بعد الموت. كانوا يعتبروا انه انا بقدر احكي معه لهالمتوفي لانه ديجا روحه بعدها حاضره. اجوا اليونان استوطنوا هالمنطقه، منطقه الفيوم بمصر، واخذوا نفس تقاليد دفن الموتى تبعولهم يرسمون على بلانشيت. كرمال هيك في شيء بنسميه ايقونات الفيوم، هي صور او صور الموتى تبع الرومان واليونان اللي قعدوا بهالمنطقه. بس بلش الدين المسيحي يبين، كان ممنوع التصوير بالدين المسيحي لانه الله ما حدا شافوه، هذا شيء محرم بالعهد القديم. صار بلش يفوت جماعات وثنيه حامله هالتقاليد تبعهم، حاملين صور الموتى، صور اجت الكنيسه واخذت عملت لها طابع مسيحي، قالت لهم هودن انتم عم تبشروا فيهم او عم تشتغلون، بنتهم الكنيسه واعطتهم طابع تعليمي اكثر. لانه ما في عندنا صور للعذراء من ايامها، ما عندنا صور ليسوع، هذه اشياء كلها تراكمات بتاريخ الكنيسه لو وصلنا لهالهيئه الموجوده هلا. صحيح. وبعد برجع بقول انه هي الهدف منه الشيء اللي ورا هالخشبه وورا هالصوره. أيوة. مش محصور بهالبلانش الخشب. طيب عظيم، اليوم بدنا نحكي عن التكنيك ومين الناس يلي بتقدر انه ترسم ايقونات، وليش اذا فلان رسمها مش فلان بيكون لها قيمه مختلفه او مكانه مختلفه. صحيح. شو اللي عم بيصير؟ كمان بالبدايات هي بلشت مع الرهبان خصوصا بجبل اسوس، يعني كانوا هيدي من ضمن حياتهم اليوميه، الصلاه والشغل، هيدي كانت ضمن الشغل وهي شغل وصلاه. هلا صارت مفتوحه للكل. تنرسم طبعا لازم تنرسم بالطريقه التقليديه، مع انه على مر العصور فاتت تقنيات حديثه، صرت بتروحي على المكتب بتجيبي اي بنتور عادي وبتشتغلي ايكون. اوكي. بس بميز هي عن هي انه هيدي عندها هالتراث اللي بعدك محافظ عليه، عم تستعملي الذهب.
مفتوحة للكل، مش للمكرسين بس، مش للرهبان والرهبات، حتى العلمانيين بيشتغلوا، حتى بعض العلمانيين بيبدعوا أكثر من الرهبان لأنه صاروا متفرغين لها. بس بالجو الرهباني أو الجو الكنسي بتعطيها بعد روحي أكثر، عم بيعيشها أكثر وعم بيعطيها وقت أكثر، ما عادش عم بتكون تجارية أكثر. يعني أنا مطلوب مني أعمل عمل بجمعة بالدار يمكن بياخذ معي شهرين ثلاثة، لانه فيش وقت، وبذات الوقت بدي احترم مرحله نموها لهيدي، ما خلصها هيك نشفها على السشوار حتى تطلع ثاني نهار. لا صحيح، هيدي كثير مهمه انه اقدر اعيش الكتابه، كرمال هيك نحن بنسميها كتابه الايقونه مش رسم الايقونه، لانه انا عم باخذ نص اتامل فيه وشو الله بيوحي لي من هالنص بلش ارسم الخطوط. هيدا هي الفرق بين الاثنين، بس ابدا ماناش محصوره بناس مكرسين، هي مفتوحه للكل. هلا بقى عم نحكي بالوقت الراهن، بقدر اقول انه اكثر شخص يعني بلبنان حكى عن الايقونه بشغف هو محمود الزيباوي، اللي كاتب كتب عن الايقون وعن الفريسك بطريقه رائعه جدا، وهذا منه انسان مسيحي بس هالقد يعمل مقاربه لهالفن بطريقته الخاصه، فهمه وبدع. وهو طبعا اكيد بطريقته الخاصه. اليوم في ناس يعني بتقلك هيدا الايقونه عمرها 200 سنه وهي عمرها 100 وهي عمرها 50 والى اخره، كيف بتنعطى قيمتها اليوم؟ لانه قديمه او لانه مين رسمها او لانه الموضوع يلي موجود فيها؟ صحيح. كيف بتصنفوها؟ كلهم هودي مثل ما قلتي، كلهم مع بعضهم هن بيحددوا قديش مكانتها هالايقونه بالحياه. هلا اول شيء كان الموضوع اللي بقلبها، هي عم بتصور مشهد وهالمشهد هالقد فيه تفاصيل، كانوا يستعملوا يعني على اللوب يشتغلوا القصص، يستعملوا تكون فيها اشياء دقيقه. صحيح، حتى اذا عم يشتغلوا الذهب مزبوط ولا ميه الذهب يا يعني ورق الذهب، كل هالعناصر هل بتفوت بتركيبتها هي بتعطيها تقلها. انا اذا عم برسم صوره لقديس غير ما عم برسم مشهد من حياته، هيدا عم تاخذ معي شهر، هيدا عم تاخذ معي شهرين وثلاثه، هيدا بحددها. بعدين لاي مدرسه بتنتمي، بعدين نجاح العمل الفني قديش ناجحه، البورتريل الاناتومي تبعها، الوجه اذا متقن، نظافه اللون، نظافه الذهب، هو كلهم بيحددوا. هلا في هجمه كثير على الايقونات اللي جاي من دول شيوعيه، دول روسيه وهودي، لانه في كميات هائله وبتتميز بهالنعومه بالخطوط، عم تنباع باسعار خياليه مع انه هي عم تنجاب بكثير اسعار رخيصه من هونيك. انك تحطي ايقونه قديمه ببيتك غير ما تحطي ايقونه رسمتيها حديثا. أكيد. ما بعرف فيها بعد، فيها اليوم في اشياء بتنطبع يعني كمان، مش حتى بطلت رسم، صرت بتلاقيها بكل المحلات، بس طبعا ما لها نفس يمكن الجماليه ولا نفس القيمه يلي مفروض تكون. صحيح صحيح. اليوم بلبنان ابونا في عندنا سنتر حضرتك مسؤول عنه عم بيدرس هالتكنيك هيدي، شو بيصير؟ قديش بده وقت لواحد يقدر يتعلمها ومين اللي بيقدر يتعلم؟ هو هذا الاتوليه او المحترف شغلته انه يوصل هالنوع من الفن بطريقه كثير منهجيه واكاديميه صحيحه، ما تكون الشغله هيك فلو، لا نبلش فيها ا بي سي. وانا مش انا اؤمن، لانه كبار الرسامين والفنانين بيقولوا انه الرسم هو 90% دراسه و10% موهبه. في ناس بتخاف انه بتوقف قدام عمل بتقول انه انا كيف بقدر اعمل هالشغله، هي مش لالي، انا مانيش موهوب، بس هو الرسم دراسي، مثل ما بتتعلمي تعملي هالشغله وهالشغله كمان بتتعلمي تدرسي. اكيد في فهي مفتوحه للكل، ما فيش حدا يخاف غير ما يجرب. عم نعلمها بطريقه منهجيه، كيف نلقط القلم، كيف يصير في عندي هالليونه بالايد، كيف امزج صفار البيض مع الالوان الترابيه، كيف استعمل الخل، كيف حضر الخشب، وبتعلم تقنيه الوجه او تقنيه تفتيح الوجه البشره القديس او الشخصيه اللي عم برسمها. وهذا هو كله، هذا هو سره، انه اي ساعه اخذتي هالتقنيه صار فيك انت تكفي لوحدك، ما فيهاش هالقد تعقيدات مثل بالفن الغربي، هي مثل ارتيزانات فينا نعتبرها هيك. صح. ما فيك تشطحي فيها لانه الكنيسه محدده معايير معينه، ما فيك انت على ذوقك تلبسي العذراء وعلى ذوقك تلبسي هالقديس لون، حتى الالوان لها معاني بقلب الايقونه، فبتتعلميهم هودي. وهي كانت هلا انت على البراتيك شوي شوي ببلش الوانك تصير انظف، ببلش قلمك يصير اطرى، ريشتك تصير ناعمه اكثر، هيك كله على الاكزرسيس مثل اي عمل ثاني، مثل اي عمل تاني، ما راح بين نهار والتاني تصيري روبلايف. من امتين المحترف موجود؟ هذه تاني سنه، السنه الماضيه بلشنا، هلا الطلاب تاني سنه انتقلوا، طلاب اول سنه انتقلوا لدوزيام اني، وهلا عم نبلش باول سنه، يعني اول سنه وتاني سنه. هي الدراسه بتشمل سنتين دراسيه، في واحد ياخذ بس سنه، بس بتاني سنه بصير شوي بروفيشنال اكثر، يعني عم بصير بيحترفها اكثر، الاشياء عم بتصير على احجام اكبر، عم بفوت اكثر بتقنيات، عم بفوت اكثر
حتى فيها نعمل ايقونات معتقه، يعني يمكن بديش استعمل الكلمه انه عم نزعبير او عم نعمل، بس هي اكثر عم بتفوت حتى بعالم الديكور مش بس للكنائس. يعني بالفعل هو عالم واسع. انا بدي اوصل للنقطه انه نحن بلبنان يعني ليش لهلا حتى صار عندنا هالمحترف، ليش مش من قبل صار في طلب اكثر او شو يعني؟ قبل ليكي تقريبا من شي 20 سنه كان في محترف واحد بلبنان، وكان في عناصر قليل بينعدوا على الايد الوحده. هلا باوروبا حتى فرنسا اللي هن بلاد غربيه قليل ما تلاقي الايقونه بكنايسهم، بلش تلاقي محترفات اكثر. يعني بينما بروسيا وباليونان اللي ككنائس شرقيه بتلاقيها بكل بيت باليونان في اتوليه بيرسم، بيعتبروه هو شيء ملاصق لتقاليدهم ولعاداتهم. ليش بلشت؟ لانه صار في ثقافه اكثر وفي وعي اكثر، يمكن الحرب هديت، يمكن الناس بلشت تنفتح اكثر تقرا اكثر، وهذا دور الكنيسه انه هذا شيء تعليمي. مثل ما قلت لك يعني البعد الجمالي هو ثاني درجة، هو البعد الأول هو البعد التعليمي، البعد هي يعني هي للعون الروحي أكثر. أنا من خلال هالبلانش عم بفوت لعلاقة مع ربنا، لعلاقة مع هالقديس، ما عم بوقف عندها. أنا هو هالتونال اللي بيوصلني لأوصل لما وراء هالخشبة. أوكي، في شيء يعني أيقونات معينة معروفة أكثر من غيرها، أشخاص معينين رسموها موجودة يعني لازم واحد يكون مطلع عليها ويشوفها؟ هل عندنا منها بلبنان أشياء هالقد قديمة؟ طبعاً بلبنان عندنا مدارس، نحن عندنا ليكي، بس بلبنان عندنا شيء اللي كثير هو له قيمة أكثر، هن الأيقونة الملكية. ليش أخذت هالاسم الأيقونة الملكية أو الأنطاقية؟ لأنه نسبة لأنطاكيا هون، بس سقطت القسطنطينية، الفنانين هربوا على روسيا وقسم منهم راحوا على إيطاليا. اللي راحوا على إيطاليا تأثروا بالفن الغربي، رجعوا إجوا على جزيرة رودوس تقريبا بال 1500 1600 1700 بلشت بلبنان الكنائس تعمر. إجوا هودي على لبنان جايبين أيقونة هي مزيج بين الشرق والغرب، اخذت هالمدرسه الانطاقيه. عشان هيك بتلاقي نحن بايقونات الانطاقيه العذره راكعه، ونحن ما بنلاقيها بالايقونه الشرقيه. هالعذره راكعه هذه تاثير غربي، نحن على طول العذره بتكون نايمه مثل حبه القمح. فهودي كمان مدارس بنعلمهم للاشخاص، واحد بس يوقف قدام عمل يعرف يقرا لاي مدرسه بينتمي هالعمل. صح، لانه في كثير. صحيح صحيح. من طريقه الوجوه حتى في تاثير اسلامي بقلب الايقونه. بالشرق عندنا مثلا مارجوريوس، بالغرب بنلاقي حامل رمح، بينما بكنايسنا بنلاقي حامل سيف. بنلاقي العذراء بتهز الهودج تبع السرير تبع ابنها بسرير شرقي، بينما بالكنيسه الاساسيه اليونان او الروسيه ما بنلاقي هيك. فالحضاره او البيئه هي بتخليها تخلق بتغير بهالامور نوع العمل. ايه بتشتغل. طيب اليوم الايقونات يلي هلا عم تنرسم، مع انه هي عم تنرسم بمحترف واكيد باصول وبالمواد يلي قلت انت انه هي اللي كانت اصلا تنرسم، فينا نقول انه هول الايقونات رح بيكون لهم قيمه مش بس معنويه، كمان قيمه ماديه مثل بقيه الايقونات يلي ترسم باماكن. هلا اكيد انت ما فيك تحكمي على طلاب ومسيرتهم وين بتوصلهم، يعني نحن عم نشتغل نوصل هالرساله وهالتقنيه، في ناس بتوصل لنص الطريق، في ناس بتبدع اكثر بتوصل للاخر، اذا قلت عندهم هال 10% من الموهبه، يعني كل واحد رح يعمل شيء بيشبهه. حقيقه نحن نفس الوجه بنوزعه للكل، ما بيطلع واحد مثل الثاني، كل واحد بحسه عاكس شخصيته على الضعف ببين ضعيف، الشاطر ببين شاطر، وهيدي بدها مسيره، لوين بيوصلوا ما فينا نعرف، بس فيك تقولي انه هذا الشخص موهوب، هذا الشخص نظيف شغله، وبرضه حتى الشخص الضعيف ما فيك تحكمي عليه لانه هي مسيره، اوقات يمكن يوقف بمحل معين الشخص الموهوب الثاني يقطع عنه. سألتيني إذا في أيقونات مهمة أكثر من غيرها، إيه بعالم الإيكونوغرافيا في شخصيات تميزت، مثلا أندري روبليف، كيف منقول مثلا ليونارد دافنشي تميز بالموناليزا. في عنا أيقونة الأيقونات هي أيقونة الثالوث الأقدس أو أيقونة عذراء فلاديمير، هودي بنعدوا من شيدوفر تبع عالم الفن البيزنطي. يعني نحن بنتعلم قدامه ونشوف الأساس وين موجود يعني؟ اثنيناتهم بروسيا. عذراء فلاديمير هي أيقونة يونانية أهداها الشعب اليوناني للقيصر الروسي، بترجع القرن العاشر، وايقونه الثالوث الاقدس رسمها راهب روسي اسمه اندري روبليف، هلا صار قديس.
حلق فيها بألوانها، بالشفافية اللي فيها، يعني بالفعل بتنعد قطعة موجودين كلهم بروسيا. في عزراء فلاديمير بمتحف تريتياكوف بموسكو، والثالوث الأقدس بكنيسة القلب الأقدس بموسكو نفس الشيء. أهلا وسهلا فيك، مرسي لك. اللي حابب يتواصل معك بيقدر يتصل على المحترف، بفتكر كان عندنا رقم عم يمرق قدامنا على الشاشة حتى يقدروا قطعوا قدامنا رقم التليفون، بيقدروا يتصلوا فيك لحتى ياخذوا مزيد اكيد من التفاصيل. اهلا وسهلا فيك. انا مرسي لك غادة، ومرسي لإدارة الفيوتشر على الاستضافة. كمان مرة بريك صغير وبنرجع منتابع. مرسي كثير.